هيقدر يكمل؟ يعني خصومه القادمين عاملين ازاي؟ خططهم عامله ازاي؟ مديرينهم الفنيين عاملين ازاي؟ في ظل بدايه قويه هنقدر نكمل بنفس النهج؟ هي الميزه اللي حصلت ان نادي الزمالك قدر امبارح ان هو يحقق فوز كبير 4-0، هتفرق معاه طبعا في نهايه دور المجموعات لما تخلص الثلاث ماتشات ونشوف الترتيب الانديه، او لو حاله التساوي كمان خدمته امبارح طبعا نتيجه التعادل اللي حصلت ما بين النصر السعودي والشباب السعودي، التعادل السلبي اللي حصل ما بينهم، فخلى نادي الزمالك طبعا متصدر بعد الجوله الاولى، فدي طبعا نتيجه هتخدمه جدا، لان حتى كمان لو بعد كده في الجولتين اللي جايين لو حصل تعثر لا قدر الله لنادي الزمالك، لا هو معاه 3 نقاط، لو قدر كمان يحصد الماتش كمان فايده ليه ان هو كمان هيلعب قدام الشباب السعودي مش النصر، يعني لو ما يلعب قدام الشباب السعودي لسه معين المدير الفني ما بقالهوش يومين جه اتفرج على الماتش بتاع النصر امبارح من مدرجات، فمش هيبقى برضو بالقوه او الجهاز الفني الجديد اللي اتعين للشباب السعودي مش هيضع بصمته، فممكن سوريو طبعا ونادي الزمالك يقدروا يستغلوا النقطه دي، بس طبعا العقبه او الصعوبه الكبيره اللي هيواجهها قدام نادي النصر، نادي النصر ظهر امبارح في ماتش اللي تعادلوا سلبيا مع الشباب بالصوره دي لان هو لسه مخلص، كان عنده برنامج اعداد قوي جدا بيلعب فيها مع انديه اوروبيه كبيره قبل ماتش الشباب، كان لسه ملاعب انتر ميلان الايطالي تعادل معاه 1-1 وكانوا في اليابان، فطبعا ان هو يجي من اليابان على السعوديه وبيلعب قدام باريس سان جيرمان بعد كده انتر ميلان، فطبعا مواجهات قويه، وبعديها بيوم على طول يروح يلعب في البطوله العربيه، طبعا لعب باللعيبه المحليه ما لعبش بالنجوم او الصفقات الجديده اللي استخدمها النادي الموسم ده، وطبعا وجود نجم زي كريستيانو رونالدو في الفريق. يعني خلينا نقول مثلا احنا عدينا الشباب السعودي على خير، ما هنقابل النصر بالظبط يعني هنعمل ايه بقى لما نشوف كريستيانو رونالدو وساديو ماني والاساطير دي كلها هنعمل ايه؟ يعني اسامي كبيره جدا بنشوفها في الدوري السعودي السنه دي، والانديه الدوري السعودي في الموسم ده هتبقى كبيره جدا، فطبعا يعني هدف النادي الزمالك الاول ان هو لازم يعدي او يتخطى ماتش الشباب السعودي، وبعد كده اعتقد بنسبه كبيره لو تخطى الشباب السعودي وحصد 3 نقاط كمان يبقى كده 6 نقاط، اعتقد بنسبه كبيره ان هو هيحسم صعوده رسميا للدور اللي بعد كده في البطوله العربيه. وبناء عليه يعني فرصنا كويسه في ان احنا نتاهل للدور الثاني، ولكن هناك صعاب انك تستمر في اعتقادك في هذه البطوله. اعتقد يعني شويه في صعوبه قدام نادي الزمالك، خصوصا كمان ان هو اتصاب امبارح لعيب مهم برده في تشكيله نادي الزمالك ابراهيم انداي، بعض اللعيبه برده ما تقيدتش في القايمه، يعني زي ما قلنا كل ما بنطلع دور، يعني مجموعة نادي الزمالك طبعا من المجموعات القوية لو بصينا للأربع مجموعات، وكمان ممكن يعني الدور اللي جاي يبقى لو الزمالك طبعا حصد الصدارة هيلاعب تاني المجموعة الرابعة اللي برضو قوة الأندية اللي فيها مش بنفس القوة اللي موجودة في المجموعة الأولى والتانية، يعني لو بصينا على المجموعة الأولى والتانية هنلاقي الاتحاد السعودي في كريم بنزيما، المجموعة التانية فيها الهلال السعودي برضو جاب بعض اللعيبة من أوروبا برضو أقوياء جدا، بس لما نبص لنتيجة الماتشات بشكل عام في اللي حصل في الجولة الأولى، لا في أكتر من نادي قدر يلعب قدام الأندية السعودية اللي استخدمت نجوم عالميين من أوروبا وقدر يعني حقق قدامهم نتيجة إيجابية حتى لو بالخسارة، شفنا الترجي بيخسر من الاتحاد السعودي 2-1 ولكن قدم مباراة قوية، فكل الأمنيات إن نادي الزمالك يقدر يتخطى دور المجموعات بعد كده يفكر بقى في الدور اللي جاي اللي ممكن بنسبة كبيرة يعديه، ولكن الفكرة بقى في الدور النص النهائي أو وصول المباراة النهائية هتبقى فيه صعوبات شوية بالنسبة للفرق التانية، كمان لو بصينا على السكواد ده السكواد ده نظريا كده لا يعني السكوادات الفرق التانية أكيد أقوى بكتير من نادي الزمالك.